السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف طلبتوا مني بزاف بزاف بزاف، قلتوا لي حليمه قاسمي معنا هذوك الفطائر اللي انت كتعملي. البنات راه كيجيو لداد، كيجيو مفشفشين، كيجيو زوينين، كانوا جايين عندك يعني ولادك وحفيظك، كانوا جايين عندك خواتاتك، وكذلك البنات العشاء، وكذلك من القوطي. اذا غادي تتابعوني كيفاش غادي نحضروا هاد الفطائر. هانتي اختي العزيزه، بالنسبه للمقادير شحال ديال الكميه بغيتي، يبقى داكشي كيبقى لك انتي. هنايا عملت زلافه ديال الفينو، عملت كاس ديال الفورس الفارينه، عملت جوج المعالق ديال زيت الزيتون، عملت خميره ديال الحلوه، خميره الحلوه، شويه العسل، شويه الملحه، عملت هنايا الخميره حبيبات اللي هي كنعجنوا بها، هي عاملها هنا الوسط. غادي نزيد الزعتر، غادي نزيد الزعتر، غادي نحكوه هنايا وغادي نخلط هاد النواشف ونرجع لك. انت اختي العزيزه، بالنسبه للخليط عملت جوج ديال الزلافات ديال الماء سخون، ماشي دافي، شويه سخون، عملت جوج ديال الزلافات. الخليط ما خاصوش يكون ثقيل، يعني انا كنعمل هكا، هي الاولى خاصنا نحضروها. غادي نغطيها بواحد الساك بلاستيك وغادي نعمل فوق منه طبسيل وغادي نخليها على جنب تخمر وغادي نحضروا الخضار. ها انتم البنات، من ناحيه الخضار هنا عندي فلفله يعني حاره، ما بين حاره وحلوه، عرفتي فلفله الحاره دوك الكبار، هنا عندي فلفله حاره. هنا عندي جوج ديال الخيزويات صغار، تما عندي البطاطا، هنا عندي الشامبينيون، هنا عندي البورو، وهنا عندي المعدنوس. من ناحيه العطريه كنعملوا غير شويه البزار وشويه الكمون وشويه ديال زيت العود، ما غاديش البنات نشحروهم بزاف، غادي غير العافيه تطلع واحد شويه، وما تعملوش الملحه. علاش ما تعملوش الملحه؟ على ود انا غادي ندخل فيها بواطه السرديل. نتوما الا كنتو غادي تدخلوا الطون، الا كان مالح ما تعملوش الملحه، كنتو غادي تدخلوا، حيت عملنا الملحه في الدقيق ملي خلطناه، يعني انا غادي ندخل فيها بواطه السردين. لكم الاختيار، غادي نقول لكم واش ممكن تدخلوا فيها. غادي نشحرها شويه ونرجع لكم مع ثلاثه ديال المعلقات ديال زيت العود. البنات غير باش نقول لكم، انا الخضره كنطحنها في هذه، ومشيت خديت هذه الكبيره على ود كانت عندي الكبيره وخداتها ليا لمياء، مشيت خديت وحده اخرى كبيره. انا الخضره كلها خيزو كنطحنوه هنا، البطاطا، اي حاجه كنبغيها كنطحنها هنايا. هنا البنات كناخذوا واحد البواطه ديال السرديل، الضو ناقص، بلاش نشوف لكم الضو، لا ناض الضو. هنا كناخذوا واحد البواطه السرديل بالزيت ديالها، كنمعكوها مزيان، غادي نمعكها بالفرشيطه، تابعوني الله يطول لي عمركم. ها نتوما البنات صافي طفينا البوطه، غير كنشحروها شويه على حساب هذاك خيزو البطاطا باش يطيبوا، باش يطيبوا. دابا غادي نحطوها في واحد البلاصه فيها الهواء باش تبرد لينا، خاصها ما تكونش سخونه، تكون تبرد لينا وندوزو الباقي. البنات الهدف من هاد العجينه اللي حنا خلطناها خاصها تخمر، خاصها تخمر، انا ما بقاش ما عنديش الوقت باش نخليها تخمر، يعني خاصها تخمر تطلع لهنايا. انا غادي نحضرها معكم على ود الله يطول لي عمركم. كاينين شي الناس اللي توصلوا بالكوليات ديالهم، وكاينين الناس اللي ما توصلوش بالكوليات ديالهم، غنمشي للبوسطه دابا. المهم خليوها تخمر. يلاه دابا غادي ندوزو الحشوه. ها نتوما البنات، هنا عملت الحشوه اللي عملناها في المقله، دابا غادي نزيد السرديل. ها نتوما هنا عملت السرديل وعملت الحشوه، غادي نبقى هكذا البنات تنخلط، حتى غادي نخلط كل شيء مع بعضياتهم ونوريكم الفخوماج اللي غادي نزيد. هنا البنات انا عملت الفخوماج، لهذا كنقول لكم ما تكثروش الملحه على ود السرديل فيه الملحه. انا عملت الفخوماج، غادي نعملهم مع بعضياتهم ونعملوا المقله سخون. هانتوما البنات هنا غادي نعملوا الزيت، وعملنا المقله سخون، غادي ولا بدا هاد العمليه هادي، ولا بدا البنات، الزيت هو اللي كيعطي هذيك التحميره اللي كتجي محمره، فوالا. وبيان سور عندي مقله ثانيه، ها هي البنات كتسخن.
هانتوما البنات انا عملتها. خاص المقله الاولى تكون على حسب الدوره اللي هي صغيره، والمقله الاخرى كنقلبوا فيها باش كنحمروا الجهه الاخرى. ملي غادا تحمر غادي نوريكم كيفاش نحيدوها. ما تكثروش الزيت البنات غير بالبانسو، حيت انا كنفيلمي لكم دابا ماشي بحال اللي ملي كنكون بوحدي. السر ديال هادي هو الخليط ديال العجينه اللي عملنا، خاصو يخمر، خاصو البنات يخمر يطلع، كيجي مخرد بحال البغريه. شتوه ها نتوما الفقاهات، كيجي من الداخل كيجيو مشفنجين. البنات ملي تكون طيب كنجيب الباسواغ هكا، العافيه ما تكونش مهيله البنات. غادي نقلبها في المقله الاخرى. ها انتي اختي العزيزه كنقلبها في هذه المقله، حتى هي مدهونه بزويته، العافيه البوطه شاعله كتحمر من الجهه الاخرى باش كنسربيو دغيا ما نبقاوش واحلين. الا شتي مثلا عملتي واحد المقله وكتلصق ليك تبدليها تاخدي مقله ثانيه. لا انا هذيك عملت فيها واحد الحاجه. ها انتي اختي العزيزه ملي كنعملوها كنجيو هكا من الجنيبات هكا فوالا، حتى كتحمر لينا من التحت عاد باش كنقلبوها في الاخرى. اختي العزيزه ملي كنحطوهم هنايا ولا بدا في الاول ما نعملو هاد الورقه في الطبسيل. هادي ها هي يا تحمرات، اذا غادي نوريكم غير الخليط كيف كنعملوه في المقله. هانتي اختي العزيزه باش تجيك شويه ما شاء الله ها الاولى بيان سور غدهنيها بالزيت، ها الثانيه يعني غنعملها معاك غتعملي هكا فوالا صافي وتخليها تحمر. البنات انا كلهم كنعمل ليهم السريبيته تحت منهم، علاش؟ اللي بغى شي حاجه بغى ياكلها كيهزها بهاد السريبيته ديالها كيهزها، داكشي علاش انا كنعمل ليهم هكا. وراه كيتكلوا ما نقولش لكم كيفاش كيتكلوا. الا ما كانوش عندك الخضار، ما كانوش عندك الخضار راه ممكن تعمليها. الا كانت عندك بصله يعني بصله، وكانت عندك بواطه السرديل ولا بواطه ديال الطون، وتكون عندك غير بطاطا وحده، ولكن الخضار دخلي فيها الخضار مزيانه. البنات كنركز الله يطول لي عمركم على المقله، كندهنوها بالزيت كل مره، وكنجيو كنعملو هكا في الجنيبات ما حدا باقا ما طابت ما ندخلوش الوسط هكذا، وراها كتقلع بوحدها. وجاو البنات ما نقولش لكم جاو زويونين فوالا. البنات هما كلهم طابو هنايا، علاش كنقول لكم كنعملو هاد الوريقات باش اللي بغى شي حاجه كيجي كيهزها بالسريبيته ديالتها. ها نتومايا حاجه وحده اللي نركز عليها، باقي سخان، حاجه وحده اللي نركز عليها الله يطول لي عمركم، وهو ملي يعني لا كليتو وشاط عليكم ملي يبردو تعمليهم في واحد الساك بلاستيك غذائي وكندخلوهم للثلاجه. ملي كنجبدوهم من الثلاجه كنسخنوهم يا اما في الميكرووند يا اما في مقيله. انا كنسخنهم في الميكرووند. غادي نوريكم دابا الطريقه للتاكيد الله يطول لي عمركم هاد الوصفه ديالت الام ديالي الله يرحمها. هاد الوصفه كانت الام ديالي، كنا باقيين صغار وكنا كناكلو ما شاء الله، وكانت كتجيب مسكينه غير جوج بواطات ديال السردين، وكتشوفي لا شيطه عليها شي خيزويا بطاطا اي حاجه فلفل شيطه عليها، كانت كتقطعهم بيديها، كنعقل عليها بيديها. ديك الساعه كانت الوقت صعيبه، وكانت كتعمل جوج كيلو ديال الطحين. كلشي كيتكل، كلشي كيتعشى، وكلشي لا الكوطي لا يعني هاد الوصفه ديالت الام ديالي الله يرحمها. منين عندها هاد الوصفه الله يعلم البنات. غادي نوريكم دابا انا تقديم كيفاش كنقدمها. فوالا البنات الطبق النهائي، يعني انا قطعت وحيده هكا، هانتوما غادي نوريكم البنات راهم كيجيو هانتوما. الهدف هو هادو خصهم يكونوا مخرقين بحال البغرير، ولكن ملي كنخليوها كتخمى مزيان. انا قلت لكم مزوبه شويه، غادي ناكل وحيده مع قهيوه، وغادي نقول لكم بما ما كنشهيكمش هاد الشيء راه اسهل ما كاين. عندك الخضار شيطه عليك ما تعمليش فيها غير معطيشه، الحاجه اللي فيها الماء ما تعمليهاش. اي خضار دخليها فيها، ودخلي فيها اما بواطه السرديل ولا بواطه ديال الطون، ولا انا كتعجبني منك هذه ديال السرديل وديال الطون. شاط عليك الحوت،
شاط عليك الحوت اختي العزيزه، كليتو الحوت وشاط عليكم. قولي لي حليمه باقاش يضاكي شاط على الحوت؟ كليتو الحوت وشاط عليكم. هذاك الحوت كتاخذي غير الهبره ديالته كتفتيها كتخبيها في المجمد، ولا كتستعملي هذيك الساعه في هذه الحشوه كتجي زوينه البنات. ما تبخلوش علينا بلايك وبارطاج، والله يطول لي عمركم. اللي ما وصلاتوش الكوليه ديالو، انا تواصلوا معايا خمسه الناس قالوا لي توصلنا بالكوليه، الناس الاخرين انا غادي نمشي نشوف لابوست وباش ما كان تحطوا لي اوديو واش توصلتي بالكوليه ولا مازال. السلام عليكم.